تعال نروح لواقعة فريدة من نوعها الحقيقة. الواقعة دي بطلتها إحدى المعلمات في مدرسة الحمراوين الابتدائية بسفاجة. المعلمة خدت التلاميذ بتوعها الطلبة على شط البحر عشان تشرح لهم درس مرتبط بالمكان وبالطبيعة، وبالتالي اللي هيحصل إن الدرس ده هيفضل ثابت في ذاكرة الطلبة. المدرسة دي هي الأستاذة فاطمة محمود، واللي ما عملتش ده من دماغها كده، يعني ما قررتش فجأة إنها تاخد الفصل وتفتح باب المدرسة وتطلع على البحر، لكن راحت لمدير المدرسة حسب تصريحات مدير المدرسة، وأخدت الموافقة من تصريحات الإدارة التعليمية بالقصير، وخرج معها التلاميذ وراقوا معاهم كمان مشرف أمني عشان يحافظ على سلامة التلاميذ والمعلمة، خصوصا إن مدرسة الحمراوين الابتدائية أو المدرسة قصدي قريبة من شاطئ البحر، وزي ما أنتوا شايفين الطلبة موجودين على شاطئ البحر. إحنا معانا الأستاذة نورة فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر. أستاذة نورة. أيوة يا فندم. أهلا بيك يا فندم. احنا بنشوف يا فندم تطبيق جديد للتعليم بموافقة ورعاية الوزارة، يعني احنا بنشوف ان ده مثلا مش تصرف المدرسة عملته او فكرة مدرسة عملتها او مبادرة من نفسها، لكنها كمان لجأت لمدير المدرسة ولجأت للوزارة، وحضراتكم ابديتوا الموافقة وامنتوا الطلبة ان هم يطلعوا ياخدوا الدرس على شط البحر بما يتناسب مع طبيعة الدرس ودراسة الطبيعة. هو احنا لا نبخس حق المعلمه، المعلمه هي صاحبه الفكره، ولكن كانت هي الذكاء بتاعها انها عرضت على القيادات بتاعتها بحيث ان بصت للناحيه الامنيه بتاعه التلاميذ. فطبعا مدير هي المدرسه على بعد 10 متر من شاطئ البحر اصلا. فهي والدرس اسمه نبني بيوت على الشواطئ. تمام. فهي طبعا حست ان احنا كده في موقع الحدث. مدرسة وعلى البحر. احنا ندرسه في داخل فصل مغلق. احنا موجودة قدامنا الاستراتيجية موجودة يعني. تمام. اخذت الولاد بموافقة من مدير المدرسة ومدير الادارة والناحية الامنية مؤمنة، طلع معها امن الامن وطلع معها مدير المدرسة. فكان درس شيق، واحنا اختبرنا الولاد بعد كده اتضح ان الولاد فعلا يعني نسبة تحصيلهم كبيرة قوي. طب ده هل ده ممكن يتكرر يا فندم؟ هل ده ممكن يتكرر يتكرر كلما أمكن، كلما أمكن وكلما وجدنا تأمين للطلبة ومفيش مردود سيء على الطلبة هنعملها. أنا بشكر حضرتك يعني جدا. احنا حاليا برضه بناخد ولادنا مثلا قسم الطاقة بناخده بنوديه محطات الطاقة عشان يشوفوا على الطبيعة، بنعمل التعليم هكذا يعني مزدوج بيننا وبين الواقع وبين الحقيقة. ده مهم جدا، ويعني أنا بشكرك الأستاذة نورة فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بسفاجة، وإحنا معانا الأستاذة فاطمة محمود المدرسة وهي المدرسة في مدرسة الحمراوين الابتدائية بسفاجة وصاحبة الفكرة. أستاذة فاطمة صباح الخير على حضرتك. سفاجة بالقصير. بالقصير، أهلا بحضرتك. ماشي. أهلا بيك يا أستاذة فاطمة. الله يخليك. اولا انا بحييكي على الجو والانطلاق وعلى المبادره اللي حضرتك قدمتيها، وان كمان مشيتي بشكل رسمي بطريقه رسميه زي ما كانت بتتكلم وكيله الوزاره. احنا خدنا موافقه من مدير المدرسه، وكان معانا مدير المدرسه ومسؤول الامن والصحفيه اللي معانا والاخصائي الاجتماعي. يعني طلعتوا كلكم بشكل رسمي واخدتي طلبه وشرحت لهم الدرس على البحر. احنا الشاطئ جنبينا 20 متر يعني مش بعيده، احنا على الشاطئ. المدرسه اصلا على شاطئ البحر. فحضرتك قلت يعني انه ما ينفعش انك تشرحي الدرس جوه الفصل واحنا جنب البحر. فاحنا لازم طلعنا على البحر، قلنا احنا هنروح البحر على الشاطئ ونشرح الدرس ونعمل بيوت وقلاع ونشوف الموج اللي هيعمل فينا ايه. طيب ورد فعل الطلبه بقى يا استاذه فاطمه، وانك يعني ممكن تعملي ده في دروس تانية ولا لا، او الاهالي؟ والله هي لو في حاجه عندنا على الطبيعه احنا نطلع نعملها على الطبيعه في الواقع. يعني نتمنى طبعا. احنا عندنا كان برضه في درس في الحديقه، بس احنا برضه الحديقه بتاعتنا صغيره كده يعني، بس على البحر كان اجمل الدرس هيبقى.
ان شاء الله باذن الله يعني القادم اجمل بالافكار الجميله، وان احنا كمان نبقى بنعمل ده بشكل منظم وشكل فيه تامين للطلبه. بشكرك جدا استاذه فاطمه ونورتينا، ونتمنى يا جماعه الناس تعمل زي استاذه فاطمه في مدارس ثانيه، انت مثلا تيجي تشرح للتلامذه او للاطفال درس عن الاهرامات مثلا، هتلاقي اطفال فيهم ما راحوش الهرم، او تلاقيهم مثلا هتروح عن الاقصر واسوان، كلنا كان عندنا الدرس ده على فكره في المدارس، وهتلاقي ناس كتير جدا ما راحتش الاقصر ولا اسوان. الرحلات بالنسبه للاطفال في المدارس من الحاجات المهمه، بس تكون بشكل صح، يعني شكل متامن صح، في امن، في خط سير، في وسيله مواصلات، او حتى لو احنا رايحين مشي او ما الى ذلك. بس حقيقي مبادره جميله وفكره حلوه من الاستاذه فاطمه، لو اتطبقت في دروس كتير هتفرق قوي مع الولاد، هتفرق جدا. هتلاقوا ممكن ولاد في محافظات مثلا بيدرسوا عن حاجات في تاريخ بلدنا وعمرهم ما بيشوفوها، يعني ما بيشوفوهاش، يعني الظاهره مثلا اللي كلنا بندرسها في المدارس، اذا توفر ده، انا بقول اذا كان في امكانيه توفر ده، تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد ابو سمبل، في ناس كتير جدا 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 بتدرس ده وما بتشوفوش اصلا خالص. علشان كده موضوع زي ما بقول لكم الرحلات بالنسبه للولاد، وانا بتكلم الرحلات الداخليه، ما بتكلمش على الرحلات اللي بره ومكلفه والكلام ده كله، بتكلم على جوه مصر، انه يتم فتح ده جوه مصر، وان يبقى عندنا ثقافه تامين الرحله، وثقافه كمان الناس العاديه اللي هي بتتعامل مع مكان لما تدخل تلاقي فيه اطفال. الاطفال لازم يكون ليهم الاولويه في رعايه في اي مكان بيتواجدوا فيه. تحيه كبيره جدا ليهم، ويا بخت كل الطلاب اللي بيبقى عندهم مدرس بيفكر بره الصندوق.